بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع درس الحساب التكاملي، ففي الجزء الثاني الخاص في الأعمال الموجهة نحاول دراسة دالة معرفة بتكامل. ففي الجزء الأول عندنا دالة جي معرفة ب 2 إكس مربع على إكس مربع زائد 1 ناقص ألان لإكس مربع زائد 1، مطلوب نهايتها عند زائد ما لا نهاية، وجدناها ناقص ما لا نهاية. دراسة التغيرات تاعها وهو كما في الجدول هنايا، حسبنا مشتقاتها وجدنا ناقص 2 اكس في اكس مربع زائد اكس زائد ناقص 2 على اكس مربع زائد 1 مربع، وجدول تغيراتها كما هو امامنا، متناقصة على المجال 1 زائد ما لا نهاية، ومتزايدة من الصفر الواحد، وعندنا قيمة حدية عند الواحد اللي هي 1 زائد ألان لاثنين. سؤال ثالث، بين أن المعادلة جي إكس تقبل حلا وحيدا ألفا على المجال 1 زائد ما لا نهاية. طبقنا نظرية القيم المتوسطة على الدالة جي على المجال 1 زائد ما لا نهاية، راهي مستمرة ومتناقصة تماما، وصورة الواحد راهي موجبة، والنهاية عند زائد ما لا نهاية راهي سالبة. إذا حسب قيم متوسطة المعادلة جي إكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا على المجال 1 زائد ما لا نهاية. تحقق أن ألفا راه محصور بين 7 على 4 و 2. فبالنسبة لهذا التحقيق، إذا حسبنا F ل بلوتو جي ل 7 على 4 و جي ل 2، وجدنا أن قيمته هي 0.37 بالتقريب، و جي ل 2 هو ناقص 0.43. فبما ان جي ل 7 على 4 في جي ل 2 راه سالب، فمنه من هذا الحساب نستنتج ان الفا راهي على المجال 7 على 4 و 2. فباستعمال الآلة الحاسبة البيانية، عين حصرا لألفا سعته 10 أس ناقص 2. بالحاسبة البيانية نجد بالتقريب أن ألفا قيمته اللي هي سعتها 10 أس ناقص 2 هو 1.8 بالتقريب. فحسب هذه المعلومات، حسب قيم إكس عين إشارة جي إكس على R بلس. فلاحظوا أن من جدول التغيرات وباستعمال هذا السؤال جي لألفا تساوي صفر، فنستنتج أن جي من المجال صفر لألفا راهي موجبة، ومن الألفا زائد ما لا نهاية راهي سالبة. إذا نستنتج أن جي دالة موجبة على صفر واحد وسالبة على مجال واحد زائد ما لا نهاية. هذا فيما يخص الشطر الأول من هذا الموضوع. فبالنسبة للشطر الثاني، الجزء الثاني، لدينا دالة F معرفة على R ب F، دالة معرفة على R ب F لصفر تساوي صفر، ومن أجل كل إكس يختلف عن صفر لدينا F لإكس هي ألان لإكس مربع زائد واحد على إكس، وليكن سي F تمثيلها بياني
في معلم متعامد ومتجانس او ايجي الوحدة، حيث ان الوحدة 2 سنتيم. السؤال الاول، بين ان اف قابلة للاشتقاق عند صفر. نهاية اف لي اكس ناقص اف لي صفر على اكس ناقص صفر لما اكس يتناهى الى صفر هي نهاية اف لي اكس، هي ln لي اكس مربع زائد واحد على اكس، اف لي صفر هو صفر على اكس، اذا نحصله على ln لي اكس مربع زائد واحد على اكس لما اكس يتناهى الى صفر. فنعلم ان ln لي اكس مربع زائد واحد على اكس مربع لما اكس يتناهى الى صفر راهي تساوي الواحد، وهي من الشكل ln لي غراند اكس زائد واحد على غراند اكس لما غراند اكس يتناهى الى صفر، اللي هي النهايه من النهايات الشهيره. ف غراند اكس هي اكس مربع لما بوتيت اكس يتناهى الى صفر، اكس مربع يتناهى الى صفر، وبالتالي هذه النهايه تساوي الواحد، وبالتالي اف قابله للاشتقاق عند الصفر. وجدنا ان النهايه اف لي اكس ناقص اف لي صفر على اكس لما اكس يتناهى الى صفر تساوي الواحد. هذا بالنسبه للسؤال الاول. سؤال ثاني، بين او تحقق ان اف داله فرديه، ثم ادرس نهايتها عند زائد ما لا نهايه. فمن اجل كل اكس من اخ لدينا اف لموا اكس هو ln او اغ نجمه، فبالنسبه للصفر هي ايضا صحيحه، اف لي ناقص اكس هو ln لي ناقص اكس مربع زائد واحد على ناقص اكس، هذه هي ln لي اكس مربع زائد واحد على اكس، ونطلع الناقص عند خط الكسر واللي هي تعطيني ناقص اف لي اكس، وعليه اف دالة فردية على اغ نجمة وهي صحيحة إذا عوضنا كذلك الإكس بالصفر، إذا اف دالة فردية على اغ. وجدنا اف لي موا إكس تساوي اف ناقص اف لي إكس على اغ. نهاية دالة اف لما x يتناهى زائد ما لا نهاية ln لي x مربع زائد واحد على x هي النهاية، نهاية تساوي الصفر، لأنها نهاية من الشكل ln لي x مربع زائد واحد هي بجوار زائد ما لا نهاية، هي نهاية ln لي x مربع واللي هي 2 ln لي x على الاكس، ونعلم ln لاكس على اكس او ln لاكس على اكس اس ان عند ما لا نهايه تساوي الصفر، اذا نهايه الداله اف عند زائد ما لا نهايه تساوي الصفر. هذا بالنسبه للسؤال الثاني. السؤال الثالث، ادرس تغيرات الداله اف.
ادرس تغيرات دالة اف. دالة اف دالة فردية، فيمكن دراستها على ار بلس. اف دالة فردية يمكن دراستها على ار بلس مثلا. فتعرضنا الى نهايتها عند الزائد ما لا نهاية هي صفر، وبالتالي نهايتها عند الناقص ما لا نهاية هي ايضا صفر. فمن اجل كل اكس ينتمي الى ار بلس، مشتقاتها هي مشتقات كسر، واللي هي 2 اكس فتحة لإكس هي 2 إكس على إكس مربع زائد واحد. مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام أسني، فنحصل على العبارة اللي هي 2 إكس مربع على إكس مربع زائد واحد في إكس مربع ناقص ألن لإكس مربع زائد واحد على إكس مربع. فبعد اختزال نجد أن هذه العبارة في البسط هي عبارة جي إكس على إكس مربع. إذا فتحة لإكس هي جي إكس على إكس مربع، وإشارة فتحة هي من إشارة جي، وإشارة جي راهي عندنا أمامنا في الجدول اللي استنتجناها سابقا، وقلنا هي موجبة من الصفر حتى الألفا، راهي موجبة من الصفر حتى الألفا، وراهي سالبة من ألفا زائد ما لا نهاية. فمن هذه المعلومات نحصل على تغيرات دالة F. نحصل على تغيرات دالة F. إذا تغيرات دالة F اللي هي معرفة على R من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، فعند ألفا اللي هي قيمة موجبة، فلدينا أن فتحة من الصفر الألفا راهي الزائد ملي تنعدم عند ألفا راهي موجبة من الصفر الألفا، وراهي سالبة من الألفا زائد ما لا نهاية. علما أن الدالة هي دالة فردية، فنأخذ نظيرتها بالنسبة لمحور الفواصل. نأخذ نظيرتها بالنسبة لمحور الفواصل فيما يخص التمثيل. عندنا إكس، عندنا أف فتحة لإكس وأف لإكس. أف لصفر هو صفر، وعند الزائد ما لا نهاية وجدنا زائد ما لا نهاية، وهنا نحسب F لألفا ولا F لواحد فاصلة ثمانية على التقريب. فمن هذا نكون استنتجنا تغيرات الدالة F. السؤال الرابع بين أن معادلة المماس لسي، عين معادلة المماس لسي عند النقطة فاصلتها صفر. رابعا دالتا مماس لي سي اف عند نقطة فاصلتها صفر.
فمن السؤال الأول درسنا قابلية الاشتقاق دالة F عند صفر وجدناه يساوي الواحد. إذن Y تساوي F فتحة لصفر في X ناقص صفر زائد F لصفر. Y قلنا F فتحة لصفر من السؤال قابلية الاشتقاق عدد مشتق الدالة F عند صفر هو الواحد، إذن عندنا X و F لصفر هو صفر، إذن دلتا مشتق المماس هو Y يساوي F لX. فبقي سؤالين لإتمام هذا الجزء، فلضيق الوقت نتوقف هنا ونتمم بقية هذه الأسئلة في الحصة المقبلة إن شاء الله.